بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شافع ومشفع يوم الدين، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين، ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات، وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة، ومعنا اتصال من الأخت لامية من الجزائر العاصمة. مرحبا. ألو، مساء الخير. مساء الخير. مساء النور أختي، مرحبا بك. لاباس بخير؟ لا بس الحمد لله. وانتم؟ الحمد لله، نحمد الله عز وجل. الله يبارك فيك ومرحبا بك. الله يسلمك. وإياك إن شاء الله. أنا عندي زوج منامات. نعم. الأولى نمتهم على يما الله يرحمها. نعم. توفات ذكاي عندها من حوالي شهرين. ملي ماتت؟ وهذا من أنعمه. نعم. ما عندهاش بزمي توفات، وهاد المنامات كانوا يعني حوالي أسبوعين من الوفاة تاعها. يعني 15 يوم، حوالي 15 يوم من الوفاة تاعها. نعم. المنام الأول، المنام الأول نمت كومسي كنت راقدة، شغل أون ميم طون فطنت هكذا راني نشوف، وكي شغل كانت جنازة في الحومة ديالنا، وأنا يعني في راني في حالة يعني راني مريضة، وكان شغل ما نقدرش نخرج. ومن بعد قلت خسارة، لو كان راني يعني بصحة جيدة، لو كان راني رحت عزيت، لو كان رحت لهاد الميت هذا وعزيت عليه. صح. قلت معليش، قلت يعني أهل دارنا اسمها بابا وخواتاتي قام راحوا. ومن بعد يعني كنت نخفض وطليت من الطاقة، شفت بابا وأختي الكبيرة وجاو، جاو في طونوبيل جديدة، شفت على اسمها زيارة كبيرة وجديدة. خزرت هكذا من الطاقة، خزرت شتهم حطوا منها، ما تقلت ياها وطاح لي ديجا جاو من الجنازة. يعني ضفت على الجهة الأخرى، شفت يما الله يرحمها كانت لابسة تاج فيها فوق راسها، وهكذا تسقي في الورد، تسقي في الورد، وهي شغل شافتني، لي أنا شغل هي على بالي بلي ميتة بصح تشوف فينا، شغل أنا في المنام فهمت بلي على بالي بلي ماشي معانا بصح شغل تشوف فيا. ومن بعد يعني دارت لي إشارة بوجهها، تخطرات ايه شغل حطت لي وجهها ثلاث خطرات إشارة تاع نعم، وأنا رديت لها، رديت لها ثلاث خطرات نعم. وبعد ملتم أنا عاود شغل دخلت ورقدت. هذا المنام الأول. والثاني نزيد لك المنام الثاني. نعم. نعم. المنام الثاني نمتو يعني كوم سي كنا في رمضان، شهر رمضان كان الفجر راح يأذن، وأنا كنت في دارنا. وبعد كنت في الطابق العلوي نحوس على واحد يجي سحر معايا، نحوس ما لقيتش مع منزل، نحبط نسحر قبل ما يقدم يعني الفجر. وبعد لقيت بنت اختي، قلت لها يا، قلت لها اروحي روحي تسحري معايا، قلت لها عباك نصبح انا نحوس عليك شي واحد يجي سحر معايا. قالت لي ايه ما عليه، نحسب هكذا كشغل حبطت الطابق السفلي، كي حبطت لقيت الباب وين تنقد يما الله يرحمها مفتوحه، ماشي مفتوحه مغلوقه. وبعد في الفراش تاعها كانوا، شفتكم فيه، شفت وليد اختي عنده 5 سنوات في الصغير واسمه امين. قلت لها يا، قالت لي شوفي امين مازال ويقبح حتى لدوكا. قلت لها ما تخافيش، قلت لها امين ما يقلقش يما، شغل انا في بالي ما راهي راقده لتم. قلت لها ما تخافيش، قلت لها امين ما يقلقهاش راه يلعب برك. وبعد انا دخلت الجهه الاخرى تاع الدار، لقيت زعما يما الله يرحمها لابسه هكذا شغل قحطان شباب جديد هكا، وشعرها ممشور وقاعده، وقدامها سنيوه كبيره فيها كل الخيرات، شغل غير الضو هكا يشعل، الضو يشعل، ما عرفتش يعني نوعيه الاكل شغل ماشي تاع الدنيا. قلت لها يا، قلت لها يما، قلت لها انت قاعده هنا تصحري وانا نحوس معها من صحر. قلت لها يا يما، قلت لها لو كان على بالي بلي كي تسحري هنا، قلت لها نجي نسحر معاك، قلت لها ما على باليش بلي كي قاعده تسحري هنايا. بعد هي خزرت فيا وقالت لي لا معليش، وانا زعما نحك لها الكتف الايمن تاعها، نحك لها بيديا وهكذاك شغل نقولها يما شتي كي قاعده هنا وانا ما على باليش بلي كي هنا، وكان عارف نجي ناكل معاك. ما قالت لي معليش يا بنتي، قالت لي انا صحرت. قالت لي بصح
روحي جيبي لي طرف تاع البيتزا تاع الزيت. قالت لي خص تجيبي لي هذاك الطرف. قلت لها ما طرف بارك. قلت لها خا نجيب لك واش تحبي. قلت لها دوك دقيقه نروح نجيبه لك. قمت رحت هكذا الكوزينه ومن بعد لقيت تسنيوه كبيره مقسوم منها بيتزا هكذا كبيره شغل هي بيتزا وخبز او ميم طون. قسمت الطرف الاول فكرت بلي جداتي راهي قاعده وحدها الفوق. هذيك بنت اختي اللي كانت معايا قلت لها شوفي قلت لها سبقي شي جدا قلت لها قبل ما يأذن عليها الفطور طلعي لها سحورها. قلت لها سبقي شيها طلعي لها السحور تاعها قبل ما يأذن علينا الفطور. قسمت هكذا طرف بعدته لجداتي جاتو بنت اختي اللي كانت معايا. ومن بعد قسمت الطرف الثاني هذاك الطرف جاني معوج. ومن بعد قلت لا قلت انا يما ما تحبش العوج وكانت يما يعني في الدنيا تاعها ما تحبش حاجه معوجه وكاع انسان حقاني كيف يقولوا. قلت انا يما لا قلت انا يما ما تحبش العوج علاه نعطيها حاجه معوجه. عاود قسمت جاني طرف شباب كبير هكذا ويعني مسقم اديته لها. انا كي اديته لها انا بالضبط لقيت بنا اخت اخواتاتي زوج جاو بداو يضحكوا. طفت على الجهه اليمنى لقيت خالي. هذا خالي متوفي عنده واحد حوالي 20 سنه ولا ناض هكذا حوايج جديد وكاع. ما قلت يا سبحان الله قلت هذا خالي شحال عندي ما شفتوش يعني بصفتي ماشي باسكو هو متوفي باسكو انا عايشه في الغربه. قلت باسكو سما عندي انا في الغربه عندي شحال ما شفتوش. هو يضحك شفتو يضحك. وبعد اختي بخا قالت له خالي علاش راك تضحك هكا بزاف. قال هاني شوفي اختي محسوب هذه يما. قال هاني شوفي اختي كيفاش راهي كيش يقولوا كيش راهي تاكل في البيتزا. يشوفها قالها عجبتني راهي مليحه. وبعد انا طفت هكا شفت يما تاكل واش عطيت لها. ما شاء الله هذه يماك بدات تاكل. ايه يماك لات من هذاك الطفل قسمت لها. قولي لي يماك في المنام كيفاش كانت الحاله تاعها؟ كانت مستبشره تبان بلي صحيحه تبان تعبانه؟ لا يما كانت مريضه بزاف. لا في المنام في الرؤيه كانت صحيحه. لا في المنام هي شوف كانت فيزيك يعني كما نقولوا فيزيك مو كما كانت ماشي صحيحه ما كانش تعاني من يعني كانت قاعده. وجهها كان منور ولا اسود؟ وجهها كان مليح وقفطانها نشف عليه شباب يبرق وشعرها منشوط. كانت يعني لابسه كل الشاش. عندها شهرين ملي ماتت. عندها واحد حوالي شهرين لحد الان. شحال في عمرها الله يبارك ماتت؟ نعم شحال عمرها الله يبارك ماتت؟ كي توفات حوالي 66 سنه. يعني وماتت مريضه؟ ماتت مريضه ولا؟ ايه كانت مريضه مسكينه يعني عندها عانت يعني بالمرض حوالي واحد 14 سنه الاخرين 16 سنه الاخرين كاع مرض. والعشر سنين الاواخر مسكينه يعني معاناه. وانت الرؤيه هذه انت شفتيها؟ نعم. انت اللي شفتي الملامات هذو انت؟ يا انا اللي شفتهم. شحال في عمرك الله يبارك؟ يبارك فيك. عندي 32 سنه. عندك دراري؟ راني حامل راني في اول الحمل ديالي اول حمل وراني في الديبي تاع الحمل. الله يبارك ربي يتموا على خير ان شاء الله. امين ان شاء الله. ويماك علاقتك بالوالده يبدو لي انها وطيده ومتينه جدا. والله غير يعني الحمد لله. وماتت عنك راضيه. الحمد لله يا ربي. إذا يعني ما نشفاش الى ربي يسمح لي برك بصح يعني ما نشفاش يعني كانت حاجه هكذا اديتها ولا من الحمد لله يعني الذاكره تاعي ما تقوليش حاجه كيما هذه. لا ابشري ابشري اختي لميا وبقاي معنا وستسمعي الجواب ان شاء الله. ابقاي معنا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. العفو اختي لميا العفو. امين. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. هذه الرؤى التي راتها الاخت لميا من الجزائر العاصمه ان صحت وصدقت فهي تدل على ان الوالده رحمة الله عليها المتوفية من شهرين تقريبا والرؤى كانت بعد وفاتها بأسبوعين لا أكثر حسب تصريحات الأخت لميا من الجزائر العاصمة. فأقول لك أن الوالدة بخير وفي عافية وفي هناء في قبرها ونسأل الله عز وجل أن تكون تلك السنين والسنوات المتعاقبة التي مرت عليها وهي تعاني من أوجاع وآلام وأمراض إن شاء الله تكون قد خففت عنها وطهرتها ولقت ربها سبحانه وتعالى وهي سالمة صفحة بيضاء كيوم ولدتها أمها من بطن أمها. هذه واحدة. إذن هذه أيضا كذلك طل من النافذة
هذا يدل لما كنت تشوفي من النافذة ومن الطاقة، هذا يدل على أنك تتطلعين وتفكرين في مستقبلك وتفكرين في الحمل الذي في بطنك، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى سيفتح عليك وسيكون لك إن شاء الله مستقبل زاهر ومستقبل طيب ومستقبل ناعم بخيراته وبركاته وكفلا، وبيتكما يعني سيملأ عن قريب بولادة جديدة بصبي يكون باهي الطلعة، يكون فأل خير وبركة عليك وعلى زوجك وعلى كل الأقارب إن شاء الله تبارك وتعالى. والسيارة التي كانت فيها أختاك، معنى الأختين كانت في سيارة جديدة، هذا يدل على أن الله سيبدلهما دا يعني حياة خير من حياتهما، لأن السيارة في المنام نقلة في حياة الشخص من الأسوأ إلى الأحسن، هذا دليل أن الله تبارك وتعالى سيبدل حياة أختيك إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن وإلى ما يليق ويصلح في الحياة الدنيا. إذن كذلك الرؤية الثانية والتي يعني هو كأنك كنت في شهر رمضان، يعني هو كنت تبحثين عن من يتسحر معك، هذا دليل بأنك إنسانة صاحبة خير وإنسانة معناها مع الفقراء ومع الغلبة ومع الضعفة ومع المحتاجين. وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني من لم يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم، وكما قال في رواية ثانية عليه الصلاة والسلام ما آمن بي من بات شبعان وجاره جيعان وهو يعلم. وهناك أحاديث كثيرة والرؤية تبين أنك والحمد لله ممن يهتم بالغلبة والمحتاجين، وهذه منقبة قليلة في مجتمعنا، نسأل الله أن يكثر منها. وكون الأختان تضحكان والخال أيضا يضحك بقوة، هناك بعض التأويلات الخاطئة في تعبير الرؤى، يقول لك الضحك موش مليح، هذا خطأ، الضحك جيد في المنام. والدليل قول الله، قول المولى عز وجل لما قال فضحكت فبشرناها، قال وضحكت فبشرناها، إذن ضحك جاءت بعده بشرى، ما قالش فضحكت فعاقبناها، قال فضحكت فبشرناها، هذا دليل بالضحك في المنام أو الابتسامة جيدة، موش المليح هو القهقها، القهقها ماهيش مليحة، وكذلك البكاء إذا كان بصراخ ماهوش مليح، أما البكاء إذا كان عادي مليح، والابتسامة أو الضحك فهو جيد، لأن الآية قال فضحكت فبشرناها، يعني الضحك ثابت في السنة وثابت عن الصحابة. ويقال لما يضحك الإنسان الشخص الذي يكون معه يقول أضحك الله سنك، ما يقولش اسكت معنا، يقول أضحك الله سنك، هذا تقرير على جواز الضحك، إنما الشيء الغير مقبول وغير ممدوح هو القهقه، وهي التي فيها علاقة حتى مع الصلاة. ولهذا الضحك لما الأختين كانت تضحكان والخال يضحك بقوة وبكثرة ويضحك بزاف كما قلت، فالضحك في المنام جيد بخلاف بعض التفسيرات الخاطئة للضحك في المنام. ورؤيتك كلها جيدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعك مع الوالدة في الفردوس الأعلى بعد طول عمر، لكن الوالدة في حاجة إلى مزيد من الاستغفار لها والترحم عليها ودعوات الخير لها في سجودك. وقول للإخوة والأخوات يتذكروا الأم بدعواتهم وبفعل الخيرات والصدقات والترحمات والاستغفارات، والله أعلم. معنا الأخ عبد الحميد من تبسة، مرحبا. بارك الله فيك الشيخ، ربي يهنيك. آمين وإياكم، ومرحبا بك عبد الحميد. ربي يهنيك الشيخ، سمعت من لما بارك فيك سمو كنت راك قبيلة صباح مع الصباح شوية الربعة الربعة ونص هكا، تسمى نلقى روحي كي واحد نهجة مربوحة هكا ونهجة بعدايا تسمى ماهيش بعد علي وناس يزوروني يحبوا يعاونوني هكا، يعني النهجة المذبوحة هذا مكان نهجة مربوحة ومسميتني مغطية بدراء وأنا نشتكي عليها والناس يحبوا يطلوا عليا ويحبوا يعاونوني، وانا تسمى الحمد لله ما يخصني والو، تسمى نعمه هذه تفسر، هذه هي الشيخ بارك الله فيك. وانت يعني من ناحيه راك تعيش حياه طيبه هادئه، حياه زوجيه امنه؟ الحمد لله والله متزوج وابر الطفل الحمد لله. وش عمرك الشيخ عبد الحميد؟ عندي 30 سنه.
الله يبارك ما شاء الله لك. يعني لا تعاني، لا تعاني من اي شيء؟ ما عندي حتى مشكل الحمد لله. وهذيك النعجه تاعك ولا فقط شفتها في المنام مذبوحه؟ مذبوحه وما عاد بعدها بصح ما عرفتهاش تسمى هكا ما عاد عليش هي خفتني والله ما على بالي. المهم هي مذبوحه تسمى كانت العيد بعد. خلت ريسه بركه ومغطي وحدايا ماهيش بعيده عليك. والناس يحبوا يزوروني يحبوا يعاونوني ولا. وانت لاباس عليك ماديا؟ لاباس عليك؟ والله الحمد لله يا شيخ والله نعمه. الله يبارك. وفي الواقع انت ماكش تمتهن الفلاحه ولا تربيه المواشي او الابقار او ربي؟ انا ربي انا عندي ما عندي غير ما كسار ساعه وربي. الله يبارك الله يبارك. اذا ابقى معنا اخي عبد الحميد وستسمع الجواب. ابقى معنا بارك الله فيك ربي. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. خيرا تلقاه وشرا تتوقاه وخير لنا وشر لاعدائنا. إن صحت رؤيتك هذه وصدقت فهي تدل على أن الله تبارك وتعالى سيفتح عليك وستنمو هذه الأغنام وهذه الماشية التي عندك ستكثر إن شاء الله. ولكن عليك بكثرة الاستغفار والدعاء وفعل الخير، ولأن حتى الرؤية تبين أنك إنسان فعال للخير تسعى يعني حثيثا وراء فعل الخير. وبالتالي أنا أقول لك غنمك وماشيتك ستزداد وستكثر وستنمو وتتكاثر إن شاء الله. وكلما أنت كنت مقداما وفعالا للخير لوجه الله عز وجل كلما كثرت الماشية والأغنام وغيرها. ولهذا رؤيتك تبين أن الله سيفتح عليك وسيزيدك مال على مال. وكلما ازددت تقرب إلى الله بالطاعة وبفعل الخيرات كلما الله تبارك وتعالى أعانك وفتح عليك. ورؤيتك تبين أن الله سيبشرك وسيفتح عليك وستنجح في مشروعك هذا والله أعلى وأعلم. إذن هذه الرؤية للأخ عبد الحميد من تبسة. أيضا كذلك كما قلنا الحصة الماضية أن الكثير من المتصلين والمتصلات يعني وممن يعني يلتقون بي في الشارع يقولوا لي يا شيخ أنا حابين نشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، حابين نشوفوا ليلة القدر، حابين نشوفوا الصحابة، واش نديروا؟ كيف نديروا باش نشوفوا هذا يعني هذه الأمور هذه؟ هي والله بسيطة جدا. والله تبارك وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان يعني يطيع ربه، يحاول يعبد ربي حق العبادة، يحاول يتقي الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يحاول يكون متبعا لا مبتدعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نحاول تحب الرسول أو يا أختي حبي الرسول من قلبك، حاول يحاول إنسان يقتدي بالرسول، يحاول يعرف شمائل الرسول. لأن العيب فينا كما قلت الناس يحبوا يقول لك أو جاي مولد النبوي شيء عظيم الناس تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الطريقة هي التي نحن خالفناهم فيها. أما الاعتبار بميلاد الرسول هذا فوق رؤوسنا وساكن في قلوبنا ويمشي في دمائنا وعرقنا، لكن الكيفية لا نوافق عليها. أما أنك تحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بكتاب وتذكر شمائله وحياته ويعني كيف كان مع زوجاته وأبنائه وجيرانه وأصحابه ومع أعدائه هذا جميل جدا. أما أننا نحتفل بالميلاد بالمفرقعات ولا نعرف أسماء الرسول ولا أولاد الرسول ولا زوجات الرسول ولا حياة الرسول فهذه يعني من الطامة والكارثة. هذا وإن شاء الله كلما تتاح لنا الفرصة إن شاء الله نتكلم عن أشياء مفيدة تفيدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا والله أعلى وأعلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.